للأرصاد الجوية دكتور أحمد صباح الفل. صباح الفل استاذ رشا، صباح الفل على سيادتك وعلى السادة المشاهدين. لغاية دلوقتي الدنيا لطيفة، يعني برد بس الدنيا معقولة جدا. النهارده مستمر معايا اليوم معتدل طول النهار على السواحل الشمالية الوجه البحر القاهرة مال للدفء جنوبا، ولكنه كان شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. إلا أنه اعتبارا من غدا إن شاء الله تبدأ حالة عدم استقرار، تبدأ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، تبدأ في شمال البلاد على السواحل الشمالية، بيصحبها سقوط الأمطار، رياح شديدة. الأمطار على السواحل الشمالية تبدأ من يوم الأحد تبقى عنيفة شديدة جدا، وقد تصل إلى البرد. البرد ده نوع من أنواع الثلوج. ده التلج الصغير ده اللي بينزل كده يخبط على اساس العربية ده؟ هو ده. هو ده. هو ده. عارفاه. فهيبقى بقى ايه الحالة استقرار اشدها هيبقى لحد الاثنين الثلاث. ده على الساحل على السواحل الشمالية اللي هي مرسى مطروح واسكندرية. لكن هيبقى الوجه البحري والقاهرة بقى فيه امطار متوسطة الشدة. ده يوم من يوم الاحد. من يوم الاحد توصل وممكن بعد الظهر السبت، يعني بكره غدا من بعد الظهر توصل للوجه البحري والقاهره. طيب بس تبقى خفيفه وبعد كده تدخل الى متوسطه، واللي هتوصل الكلام ده هيبقى لحد يوم الاربعاء ان شاء الله. مع رياح يا فندم ولا من غير رياح؟ هيبقى في رياح ويعني البطر، وهيبقى مصاحبه الاكثر. كمان اللي عايز اقوله ان هتبقى في انخفاض في درجات الحراره من 7 إلى 9 درجات. يعني من المتوقع ان العظمى في القاهره توصل من 11 الى 12 درجه. ده الصبح الظهر؟ لا العظمى. العظمى الظهر 11. الصغرى توصل من 4 الى 5 درجات. ده قرب بقى، يعني كل واحد يطلع القربه اللي عنده. كل واحد يطلع القربه اللي عنده، ملهاش حل كده. بقى اللي عايز البطانيه زي ما قلت حضرتك بقى يخرج بيها عادي بقى. لا ده مش بس ده، اللي عايز البطانيه بالقربه والستات ما يغسلوش يلموا الغسيل وكل حاجه يعني. وشربة يعني العدس تتعمل وكل حاجه نجهزها يعني. لان هو الاسبوع ده في حاله عدم استقرار شديده هتتاثر معايا بهذا الشكل يعني. ده حاجة جميلة جدا. يعني احنا داخلين على اجازة وكنا متوقعين ان احنا في الاجازة دي يعني نخرج، لكن انصح الناس طبعا بالحالة اللي حضرتك بتقول عليها انه نبقى في بيوتنا. يعني هنعمل ايه؟ وليه حضرتك ما نخرج ونتقل اللبس شوية ونخرج عادي، ما نتفسح من بره اكتر من كده وبيخرجوا عادي. ما حضرتك روحتي فرنسا وشفتي كانت الظهورية كانت 4 درجات و3 درجات. لا المطرة بتنزل والشوارع فلة، انما انت هنا المطره بتنزل مش عايز اقول لك انت مش عارف تمشي يعني. لا تفرق كتير. لما نوصل للمرحله دي ان شاء الله هنخرج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه.